المحاضرة عن التمثيل، بس كان كلام من القلب، ما فيهوش أي تمثيل. شاركت ريهام عبد الغفور جمهورها على انستغرام كواليس اول محاضراتها في التمثيل. مش من عوادي ان انا بعمل سبيتشز او باجي اقدم محاضرات او حاجه، لان انا مش دارسه ده، فما ببقاش عارفه يعني اعمل ايه. لكن انا حبيت لما جات لي رحمه سالني على دوات، انا فكرت ان انا ممكن يبقى بقى عندي الخبره، حتى لو خبره صغيره، بس بقى عندي الخبره اللي انا اقدر اتكلم معهم فيها واحكي لهم عليها. انا محمد رحمه، مدرس تمثيل. ريهام عبد الغفور من الناس اللي فعلا بالنسبه لي مسيرتها الفنيه، انت شايفه شخص بيتغير تماما من كل دور لدور، من كل فتره لفتره. انا عايزه اعيش سعيده لحد اخر لحظه في حياتي. ومن واقع خبرتها الكبيره في التمثيل، اهتمت ريهام بتوجيه العديد من النصائح لطلابها. مفيش مجامله في الشغل، محدش يعمل ادوار مش مقتنع بيها، ومحدش يعمل ادوار عشان ما يزعلش حد، لا دايما تشتغل الحاجه اللي انت مؤمن بيها. فتاريخي الصغير، الحاجات اللي انا كنت بعملها وانا مش مقتنع بيها، هي اكتر حاجات انا بندم عليها دلوقتي يعني. وبالعكس لما خدت القرار ان انا ما بقتش بعمل غير الحاجات اللي انا مؤمنه بيها والحاجات اللي انا حاسه ان انا هقدم فيها حاجه فعلا، هي دي الحاجات اللي علمت مع الناس واللي بقيت فخوره ومبسوطه ان انا عملتها. ومن يوميها وعدت نفسي مش هعمل كده تاني، مش هحب تاني، ومش هسمح ان انا احس كده تاني. تم عرض مسرحيه الملك لير بالسعوديه مؤخرا، وسعاده ريهام كانت كبيره بهذه المشاركه. انا رحت معهم جده فعلا، وكانت الاقبال شديد والتفاعل كمان كان حلو قوي يعني، وانبسطنا جدا ان احنا قدرنا نبسطهم. ان شاء الله مسافرين تاني الرياض، ومبسوطه ان ده بيحصل وبيحصل في السعوديه، وان بعد ما كنا بنروح كزيارات دينيه او كده بقينا كمان بنروح ثقافيه وفنيه. من منكم يقول لي من انا؟ هل انا لير؟ نجاح ريهام الكبير في مسلسل زي الشمس جعل اختياراتها القادمه صعب. لسه في مرحله قرايه، لان انا طبعا اخذت قرار مع نفسي ان انا كل ما اقدم خطوه والخطوه دي تعجب الناس هحترم الناس، ان انا ما اقدمش خطوه اقل منها. وانت فاكر لو جرى لك حاجه مش هزعل عليك؟ وجود ريهام من عدمه في الجزء الثاني من مسلسل زي الشمس لم يحسن بعد. انا ما اعرفش، انا متخيله ان دور فريده خلص في الجزء الاول، والله اعلم يعني، هنشوف.